السلام عليكم. درسنا اليوم يكون حول استخراج أنواع الكيميائية والكشف عنها. تطرقنا في الدروس السابقة على طريقة استخراج أنواع الكيميائية، وكانت الطرق اللي هضرنا عليها هو طريقة ديال العصر، طريقة ديال الإغلاق، طريقة ديال التقطير والتسخين إلى غير ذلك. الآن دابا حنا وصلنا لواحد المرحلة أننا استخرجنا أنواع كيميائية، ولكن هذه الأنواع الكيميائية اللي استخرجناها الهدف ديالنا خصنا نتعرفوا عليها بطبيعة الحال. إذا الهدف ديالنا هو الكشف عنها، أنا شنو هي الأنواع الكيميائية اللي استخرجناها مثلا من خزامة، مثلا أنواع الكيميائية واش هي مركبة غير مركبة، واش هي الأسماء ديال الأنواع اللي استخرجناها. إذن من أجل الجواب على هذه الأسئلة، إذن غادي ننتقلوا لواحد تقنية جديدة تشوفوها في السنة الأولى من السلك الثانوي التأهيلي، ألا وهي تقنية التحليل الكروماتوغرافي. أول حاجة نهضروا على الكلمة الجديدة بالنسبة لكم كروماتوغرافي، وهي تعني التفريق اللوني، ده تفسير الحرفي. اما الطريقه باش كنقوموا بنجزوا التحليل الكروماتوغرافي هي كالتالي. اول حاجه كناخذوا واحد ورق ترشيح، مثلا ورقه هنا كنديروا هنايا واحد الخط كنسميه خط الوضع، كنوضعوا ليه الوقع ديال العينه، يعني الماده اللي استخرجناها بغينا ندرسوا شنو فيها، تتضح البقعه هنا. وكان عنده واحد بقعتين مثلا ديال واحد الانواع الكيميائيه، مثلا حنا اللي كنشكو كنقولوا ان ربما كتكون منهم نوع، يعني كنستعملوهم للمقارنه. كنشدوا هادشي كامل كنحطوه في واحد الاناء، كاس مثلا، هنا لاحظوا هنا فيه واحد مذيب هنايا مناسب، مذيب مناسب. هذا المذيب المناسب هو كنسميه الطور المتحرك، وهذه الورقه كتكون سواء ورقه ترشيح سواء كتكون هي واحد صفيحه مغطاه بواحد طبقه رقيقه من السيليس، ممكن تستعملوها. الهدف هنا اشنو كيوقع هنايا، هنا هذا المذيب هنا اللي كيكون هنا غادي يبقى غادي يهاجر هذه المنطقة هنا، من هنا حتى نضعوا هنا غادي نقوموا بغمس هذه الورقة ترشيح في هذا المذيب، وسوف يغادر هذا المذيب هنا الخط هنا إلى غاية هنا، غادي يوصل هنا كنقولوا ليه هنايا مقدمة المذيب. طبيعة الحال هنايا كيكون واحد التفاعل ما بين هاد العينة اللي درسنا، مثلا هنا هنا بي هنا سي، هنا العينة اللي درسنا اللي كندرسو هنايا، كيكون واحد العملية ديال الذوبان، وكتكون البقع سوف تهاجر لنا هاد الخط الوضع، ينتقل نحو الأعلى، ولكن بسرعة مختلفة على حسب النوع الكيميائي هنايا أنا. إذا الذوبان ديال أي نوع كيميائي في المذيب كتكونش بنفس الطريقة. إذا هنا غتكون هنا مثلا هنا بقعة، هنا تكون بقعة، هنا مثلا تكون جوج بقع، هنا غتكون هنا بقعة هنايا. كلاحظوا مثلا لاحظنا هذا هو، لو وصلنا لهذا التحليل الكروماتوغرافي عطانا هاد الحالة هنا، شنو كنقدروا نقولوا هنايا؟ هنا كنديروا واحد الحسابات بسيطة جدا بالمسطرة، هنا كناخذوا هنا هنايا هنا اش ما هي مد اش هي المسافة التي قطعها المذيب، وكاين هنا بيتي تاش بالنسبة لهنا اش ان، اش ان هادي اش ان مثلا المسافة التي قطعها النوع الكيميائي. إذا هنا نسبة الانتقال اش سي غران تاش، هاد نسبة الانتقال تختلف من نوع كيميائي إلى آخر، وهاد النسبة هي اللي كتخلينا نتعرفوا على النوع الكيميائي المدروس هنايا. كنلاحظوا أن نهضروا مباشرة ندخلوا في تفسير ديال هاد النوع، هاد
ان التحليل ان التحليل الكروماتوغرافي هنايا التفسير ديالو هنا الصوره اللي كتعطينا هنا في هذه الحاله الا مثلا تكونت لنا بقعه واحده نقدروا نقولوا مثلا النوع سي كيتكون من نوع كيميائي واحد نوع خالص بالنسبه للبي هنا كاين بقعه واحده تكونات اذا هنا كيتكون نوع كيميائي واحد اما بالنسبه للا تكون جوج بقع اذا النوع مركب كاين نوعين كيميائيين هنايا يعني. اذا هنا بعد الحالات كتقدر هاد البقع ما كيبانوش لينا يعني كيكونوا بقع غير واضحه باش كيكون هاد البقع غير واضحه كنلتجئ واحد التقنيه اخرى باش كنبينوهم هي تعريض الطور الثابت من اجل باظهار بقع كنعرضوه للاشعه الفوق بنفسجيه ولا كنعرضوه لثنائي اليود اذا من اجل اظهار البقع نستعمل سواء الترافيولي سواء كنديروا ثنائي اليود سواء كنديروا برمنغانات البوتاسيوم هذا محلول كنديروا هنايا الهدف ديالنا هو باش يبان لنا هذا البقع ومن ديك الساعه تنديروا البقع كنبداو نديروا المسطره وكنبداو نحسبوا بيتي طاش وكرون طاش بحال كوك وكنحسبوا النسب ديال اسيوال يعني هذا كرون تير هنايا كنحسبوه هنايا نسبة الانتقال كنحسبوها وهي كما بعد 80 كيعطيوك سوا كيعطيوك بيتي طاش كيقول لك حسب كرون طاش وكيعطيو ولا كيعطيوك ار وكيقول لك حسب عطوك اش مثلا و ار يقول لك حسب هذه ان سيدي سويت معادله من الدرجه الاولى مسألة بسيطه هنا اذا هذا تقريبا هو الطريقه ديال حنا درنا التحليل المخطط الكروماتوغرافي درنا التحليل ديالو قلنا بالنسبه الا كانت عندنا بقعه شنو كيعني الا كانت عندنا جوج بقع شنو كيعني الا كانت عندنا النسبه اللي حسبناها هنايا شنو كيقدروا يعطيو اذا وبهذه الطريقه يكونوا دابا خدنا واحد الفكره هامه على من خلال ثلاثه الفيديوهات اللي شفناهم على طريقه ديال كيفاش استخراج انواع كيميائيه ومن بعد في الاخير الكشف عن الانواع الكيميائيه وكنعرفوها واش في الاخر واش انواع واش هذا النوع كيميائي واش خالص غير خالص يعني بحال الهدف اللي يعني كان عندنا هو العطر ديال زيت خزامه اللي درناه في التدخلات السابقه ومن بعد كنعرفوا فعلا ناخذ لا فورميشينيك ديالو فعلا واش حصلنا عليه هو نيت ولا كان مركب ولا غير مركب ولا السميه ديالو بحال هكا اذا نقول بحال اللي قلتي الطريقه ديال التحليل الكروماتوغرافي هي طريقه من اجل الكشف وتسميه الانواع الكيميائيه و فقط هذا كل ما كاين في هذا الدرس هذا اذا من اجل مشاهده فيديوهات اخرى حول دروس اخرى يمكن لكم ان تدوزوا الموقع ديالنا ولا نديروا لاشين يوتيوب هنايا كور مات فيزيك فراح هذه كاينه في هذه في اليوتيوب هنايا هذه قناة ديالنا وكاين حتى الصفحه راه كتحمل نفس الاسم الصفحه ديالنا في الفيسبوك حتى هي كتحمل نفس الاسم وكنقول لكم انه ممكن نجاوبوا لكم على جميع الاسئله ديالكم يكفي انه تلوحوا ان ميساج في ميسنجر وتلقاو لا ريبونس في خلال ان جور دو جور ماكسيموم وشكرا.